وقد نتساءل هل هناك عوامل غير الفعل تنصب المفعول فيه؟ والجواب نعم، هنالك عوامل أخرى، منها ما سنتعرف عليه من خلال الأمثلة الآتية: الجلوس أمام التلفاز لساعات طويلة مضيعة للوقت. الجلوس مصدر نصب المفعول فيه أمام. صديقي واصل غدا من السفر. واصل اسم فاعل نصب المفعول فيه غدا. المحلات مغلقة ليلا. مغلقة اسم مفعول نصب المفعول فيه ليلا. وهكذا عرفنا أن العامل في الظرف هو الفعل في الأصل، ولكن هنالك عوامل أخرى، منها المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. الظرف المبهم والظرف المختص. أبنائي وبناتي، بقي أن نتعرف كما قلنا على بعض خصائص الظروف، فلنتمعن في الآتي: عانت بلادنا من الجهل مدة طويلة. لاحظوا كلمة مدة، هنا ظرف أو مفعول فيه بيّنت زمن وقوع الفعل عانت، فهي إذن ظرف زمان منصوب. لكن هل كلمة مدة تدل على وقت محدد؟ إنها ظرف مبهم، ومن هنا نستطيع القول أن الظرف الذي لا يدل على زمن محدد يسمى ظرفاً مبهماً، مثل برهة، لحظة، وقت، زمناً، أمداً، أبداً، دهراً، إلى آخره. ولكن هل يمكن أن يزول هذا الإبهام؟ ماذا لو قلنا عانت بلادنا من الجهل مدة طويلة؟ هنا كلمة مدة لم تعد مبهمة، لأن الوصف خصصها. ومن هنا يمكن أن نعرف أن ظرف الزمان يكون مبهما ويكون مختصا، ويمكن تخصيص ظرف الزمان المبهم بالوصف كالمثال المذكور، وهو قولنا مدة طويلة. ويمكن كذلك أن يكون التخصيص بأل التعريف، فكلمة يوم المبهمة يزول إبهامها إذا دخلت عليها أل، فقلنا اليوم. وكلمة شهر ظرف مبهم يزول إبهامه إذا قلنا رمضان، أو إذا كان مضافا كأن نقول شهر الصوم، أو حددناه بالعد أو العدد فقلنا شهر أو شهرين. وإذا الظرف المبهم هو غير المعرف بأل أو بالوصف أو الإضافة أو العد أو العدد أو ما كان علما. والظرف المختص هو الذي يحدد بواحد من هذه الخمسة التي ذكرناها. أما بالنسبة لظرف المكان فلا يكون إلا مبهما، ومعنى الظرف المبهم بالنسبة لظروف المكان هو الذي يحتاج إلى غيره لبيان حقيقته. وبهذا المعنى كل ظرف مكان لا بد أن يكون مبهما، وإلا فليس بظرف، لأنه لا بد أن يسبقه حرف جر، فنقول صليت في المسجد، ولا يمكن أن نقول صليت مسجدا كما نقول صليت صباحا. ننتقل الآن إلى خاصية أخرى من خصائص المفعول فيه: الظرف المتصرف وغير المتصرف. أبنائي وبناتي، الطلاب والطالبات، هذه محطتنا الأخيرة في درسنا لهذا اليوم، فإلى الأمثلة الآتية: سأسافر الشهر القادم. تحتاج بلادنا الآن إلى التخصص المهني.
سمعت أذان الفجر بينما كنت أعد الحقيبة. الوعي المهني عند الطلبة ضعيفاً. سأسافر الشهر القادم. كلمة الشهر هنا ظرف زمان منصوب كما هو واضح، وهو كما عرفنا ظرف مختص، فقد دخلت عليه آل التعريف فضلاً عن الوصف. الآن أبنائي وبناتي أسألكم السؤال الآتي: ماذا لو قلنا الشهر القادم موعد سفري؟ هل بقيت كلمة الشهر ظرفاً منصوباً؟ طبعاً لا، أصبحت هنا مبتدأ، وبهذا نستطيع الاستنتاج أن ظرف الزمان المختص يصلح لأن يكون ظرفاً أو غير ظرف، مبتدأ أو فاعل أو أي حالة، فلا يسمى ظرفاً متصرفاً. تحتاج بلادنا الآن إلى التخصص المهني. كلمة الآن من الكلمات التي تلازم النصب على الظرفية. ماذا لو قلنا من الآن لن أهدر وقتي؟ نجد أن كلمة الآن دخل عليها حرف الجر، وبالتالي فهي مجرورة، أو بالأصح في محل جر، لأنها من الظروف المبنية. فهناك ظروف مبنية منها كلمة الآن. المهم أن حرف الجر وهو من في الغالب يدخل على هذه الظروف التي تلازم النصب، مثل الآن وقبل وبعد ومتى وعند ولد ولد، فيجرها، ويسمى هذا النوع من الظروف التي تجر ظروفا غير متصرفة. فلننظر في المثال الثالث: سمعت أذان الفجر بينما كنت أعد الحقيبة. الظرف هنا كما هو واضح كلمة بينما. ماذا لو تغير مكان الظرف بينما وقلنا بينما كنت أعد الحقيبة سمعت أذان الفجر؟ طبعا يبقى ظرفا لا يتغير، فهو إذن غير متصرف، فهل يدخل عليه حرف الجر من أو غيره؟ فنقول من بينما كما نقول من الآن؟ قطعا لا. وبهذا نصل إلى النوع الثاني من ظروف الزمان غير المتصرف، مثل بينما وقط وبين وإذا وأيانا وذات زمان، أي كلمة ذات المضافة إلى زمن وغيرها. فماذا عن ظرف المكان؟ تعالوا لننظر في المثال الرابع. الوعي المهني عند الطلبة ضعيفاً. كلمة عند هنا كما تعلمون ظرف مكان، وهي من الظروف غير المتصرفة التي تلازم النصب على الظرفية، ومثلها فوق وتحت وأين وهنا وثم وحيث وشطر وحول وعند وقبل وبعد ولد. ولكن هل ظروف المكان هذه تفارق النصب؟ لنعد إلى المثال الذي نحن بصدده. هل يصح أن نقول من عندي؟ طبعا يصح، وقد جاء في القرآن الكريم على لسان مريم عليها السلام: قالت هو من عند الله، صدق الله العظيم. ويمكن أن نقول من فوق ومن تحت ومن هنا إلى آخره. وإذن فظروف المكان هذه من الظروف التي تلازم النصب على الظرفية ولا تفارقه إلا إلى الجر. وهكذا نستطيع القول أن الظرف من حيث التصرف وعدم التصرف نوعان: ظرف متصرف يمكن أن يكون ظرفاً أو غير ظرف، وظرف غير متصرف. والظرف غير متصرف يمكن أن يفارق الظرفية بدخول حرف الجر عليه، ويمكن ألا يفارق الظرفية مطلقاً كظروف الزمان التي ذكرت سابقاً. أخرج من البيت شروق الشمس. أذاكر دروسي كل يوم. مشيت 5 أميال.
في هذه الأمثلة هنالك كلمات نابت عن الظرف. تأمل كلمة شروق في المثال الأول، المقصود أخرج من البيت وقت شروق الشمس، وحذفت كلمة وقت ونابت عنها كلمة شروق، وهي كما ترون مصدر. من هنا نعرف أن المصدر من الكلمات التي تنوب عن الظرف، وبخاصة ظرف الزمان. تأملوا المثال الثاني، تجد كلمة كل وقد أضيفت إلى ظرف زمان فنابت عنه. من هنا نعرف أن هذه الكلمات كل، بعض، أي أو ما في معناها تنوب عن الظرف فتنصب على الظرفية، فنقول قرأت بعض الوقت أو زرني أي وقت، فكلمة بعض وأي هنا نابت عن الظرف. تأمل كلمة خمسة في المثال الثالث، تجد عدداً أضيف إلى الظرف أميال فنابت عنه، وهكذا كل عدد مضاف إلى ظرف مكان كما في المثال أو ظرف زمان كقولك قرأت ثلاث ساعات، فكلمة ثلاث هنا نابت عن الظرف. وعند الإعراب يمكننا أن نقول شروق ظرف زمان منصوب، وكذا كلمة كل أو خمسة. قاعدة، المفعول فيه اسم يتضمن معنى في، يذكر لبيان زمان الفعل ويسمى ظرف زمان، أو لبيان مكان الفعل ويسمى ظرف مكان. ظرف الزمان إما أن يكون مبهما غير محدد بحيث يأتي غير معرف وغير موصوف ولا مضاف وغير علم وغير دال على عدد، أو أن يكون مختصا يدل على زمن محدد. أما ظرف المكان فلا يكون إلا مبهما، والظرف إما أن يكون متصرفا أو غير متصرف، فالمتصرف ما يخرج عن الظرفية إلى حالة أخرى، وغير المتصرف الذي لا يفارق الظرفية، وهو نوعان: ما لا يفارق الظرفية أبدا مثل بين وبينما، ما يجر بحرف الجر مثل الآن وعند. أعزائي عزيزاتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، ومعه تنتهي حلقة هذا اليوم. أتمنى لكم التوفيق، ولم يزيد من المعلومات يرجى التواصل على العنوان الموضح أسفل الشاشة. أتمنى لكم التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.